السلام عليكم. عاين والي ولايه مسيله بمعيه وزير الاشغال العموميه سيد الخضر الخروخ مشروع الطريق الاجتنابي لمدينه بوسعاده على امتداد مسافه 15 كيلومتر. اذن وللعلم ان هذا الطريق من النوع الثاني، يعني بزوج اروقه في اثنين زائد كل الشريط نتاع التوقف الاضطراري و كذلك الجليسيال دو سيكوريتي، يعني كل ظروف تاع السلامه المروريه. وحسب الصور اللي عندنا الاشغال تبدو انها لا تتعدى اكثر من 30 أو 40%. اذا اترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.